الدبابات الإسرائيلية واجوا هدموا البركسات والبيوت اللي قاعدين فيها وما خلوش شيء من مرة، كليات شيء هدموه. وضحنا احنا قاعدين في الشمس. كم من واحد بعيش عندكم في الدار هون؟ بعيش فيه 10، في 10 انفار. شو رايحين تعملوا هسه بعد ما هدموا لكم؟ شو بنضل مطرحنا بدنا نروح. هذا مطرح، ما احنا قاعدين، وهذاك مطرح مطبخ. اي ساعة اجوا هدموا لكم؟ يقول لك بجوز على الساعة 7. هي عجة وراحت في العجة، ما شفتهاش، ما واجهتش عليها. اما هو على 7 بجوز، يعني مش ناشي. كم من واحد بيعيش في الدار يا حجي هون عندك؟ احنا وابننا بيجي علينا، بظل عندنا. وينتنا هاي اللي عندنا. لا بس شفتوا هاي اسمعني. شتتوا لح لانه والله ما شتتوا، والله ما في يسبك واقفين بثالثهم دارين عليه. الله يحفظك هلا Yeah, maybe. If not, then. We're so harming going to have a little bit of coming back. That's what I think. I don't. Yeah, I mean, what do you want to do? Are they? Can you slow down? They're going to clear bits Yarba. Yes. And it will take us forever to get there. We have to go. Come on. Yeah.